السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة اعرف دينك في كل أنحاء العالم. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معلومات مفيدة. قبل ما أبدأ الحلقة عايز لايك للحلقة ومشاركة الحلقة، لأن النهاردة هتكلم عن معلومة مفيدة جدا بتعالج أكتر من 100 مرض بإذن الله. النهاردة هكلمكم عن معلقة طعام بس من الحبوب دي تشفي وتعالج بإذن الله أكتر من 100 مرض. طبعا أنا شوقتكم، النهاردة هكلمكم عن القمح المبرعم، هذه المعجزة الربانية ومكوناتها العظيمة اللي داخلها اللي بتشفي أكتر من 100 مرض. طب إزاي استخدمها وإزاي أجهزها؟ هات ورقة وقلم واكتب معايا خطوة خطوة. معلقة القمح المبرعم ديت للكبار هنستخدم منها من 50 ل 60 جرام، وللأطفال من 20 إلى 30 جرام، وطبعا ده يوميا عشان خاطر تقيك من هذه الأمراض أو تشفي هذه الأمراض. طب إزاي أحضره؟ أولا هنجيب القمح دوت ونغسله كويس جدا، وبعد كده ننقعه في مية لمدة 24 ساعة، يعني يوم كامل بدون غطاء من غير ما أغطيه. بعد كده صفيه من المية كويس واغسله تاني جيدا واسيبه 6 ساعات بدون ماء، ما حطوش عليه مية، ثم يغسل ويترك حتى يتم البرعمة. طيب ايه فوائده وايه الحاجات اللي بتعالج منه؟ هات ورقة وقلم واكتب معايا واحدة واحدة. اولا بيخفف نسبة السكر في الدم. الناس اللي بتعاني من مرضى السكر وارتفاع السكر وكل شوية يروح الانسولين والكلام ده كله، ربنا يشفي كل مرضى المسلمين، ده بيخفف نسبة السكر في الدم. اتنين، تخفيف اعباء الحمل عند المرأة. المرأة اللي بتقعد تعاني من أعباء الحمل عليها، ده بيخفف بفضل الله أعباء الحمل عندها. بعد كده بيخفف ألم الصداع. طبعا كتير مننا دايما يقول لك أنا عنده صداع حتى لو من غير سبب أو حتى من قلة النوم، هو بيجيله صداع على طول. بإذن الله القمح المبرعم بيخفف ألام الصداع. إزالة حساسية الجيوب الأنفية، وكمان بيخفف نوبات التشنج العصبي الدوري، وكمان بيحمي البصر والسمع. الناس اللي بتعاني بوجع عينيها او قلة سمعها، ده بفضل الله بيحمي السمع والبصر. بيحسن الذاكرة وبيقوي الانتباه عند الانسان، وبيعالج الامساك والتلبكات المعوية اللي احنا كتير بيعاني منها، بالذات لما نكون واكلين الجوافة. انتوا عارفين طبعا الجوافة بتعمل امساك فظيع. وكمان بيزود الاخصاب عند الذكور والاناث. الناس اللي بتعاني من العقم او بتعاني من نقص الحيوانات المنوية عند الرجال او التبويض عند النساء، ده بيزود عندها الحاجات دي. وكمان بيعالج حب الشباب، وبيعالج ايضا البحة الصوتية وتنقية الصوت. طبعا دول للمقرئين وللمنشدين، اما اللي بيغنوا دول احنا مش بتوعنا، مش عايزينهم ينقي الصوت، ما ينقهوش، هم عندهم كده كده الفلاتر بتاعتهم بتنقيها. اما واحد زي حالتي كده بينشد بياخد الحاجات ديت ماشي، واحد بيقرأ في القرآن ماشي، اما المغنين مش بتوعنا. وكمان بيعطي نضارة للبشرة ونشاط وحيوية للجسم، وبيعالج الالتهابات الحادة للبلعوم وللوز، وبيشفي الأمراض المستعصية بما فيها السرطان. ده كله طبعا أنا مش هقول الميت مرض، هقول بعض الحاجات المنتشرة في هذه الأمراض. وكمان بيقاوم الشيخوخة المبكرة، وبيقاوم الرشح والزكام اللي دايما صيف شتاء معانا. وبيعطي قوة للرجال، وبيعالج أمراض المعدة والقولون، بيعالج الشلل والتسمم الغذائي، وبيعالج الكحة بأنواعها، وبيعالج كمان حساسية الجلد وتقوية الشعر وإزالة الشيب. الناس اللي بتعاني من الشيب المبكر، إن شعرها بيبيض في فترة الشباب اللي هي مثلا من 20 ل 30، بيبقى فيه كمية شعر كتير بيضة، بإذن الله بالقمح المبرعم ده هيقضي على الشيب المبكر. وكمان بيزيل ريحة الفم، وبيزيل ريحة الأرجل، وبيعالج الدوالي. ومش بس كده، بيعالج كمان فقر الدم والديدان، ودي بعض الحاجات من بعض الأمراض اللي بيعالجها القمح المبرعم. أقول تاني على طريقة التحضير، هنجيب المية ونحط فيها القمح، الأول نغسله كويس جدا ونحطه في المية لمدة 24 ساعة، وبعد كده نصفيه كويس جدا، وبعد كده نحطه بدون مية لمدة 6 ساعات، وده كله بدون غطاء لحد ما يتم البرعمة. وياخد الرجال الناس الكبيرة من 50 ل 60 جرام، والأطفال من 20 إلى 30 جرام. طبعا قلنا الأمراض، وياريت نكتبها في ورقة وقلم وننشرها عشان خاطر كل الناس تستفيد
لو حد بيعاني من الامراض ديت باذن الله تكون انت سبب في شفائه. اشوفكم على خير ان شاء الله في معلومه جديده من برنامجكم معلومات مفيده. وزي ما قلنا لو حد عنده قصه شافها بعينيه او حد حكاها له او معلومه عايزنا نتكلم فيها يكلمنا على رقم الواتس 031-47-299-26 ومن خارج مصر يضيف 02. أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.